مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بالعراقي، والتي نناقش فيها استعداد واشنطن للتعامل مع القيادات الكردية الشابة. محاور عدة نتناولها وأسئلة عدة نطرحها على ضيوفنا الكرام، النائب هوشيار عبد الله عن كتلة التغيير الكردستانية، والسيد عدنان حسين الكاتب والصحفي، ومعنا عبر الهاتف السيد فرحان جوهر نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام. وخلي أبدو ياك على غير المعتاد أستاذ عدنان مع الصحافة وليس مع النواب والساسة. هذا الترحيب الأمريكي، إحنا فهمناه على أنه ترحيب في بيان صادر من وزارة الخارجية منشور على موقع سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وتتطلع الولايات المتحدة إلى الانخراط بشكل نشط مع رئيس حكومة إقليم كردستان جيرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء قباط طالباني. هذا يبدو ترحيب واضح بالقيادات الشابة. أنا اللي أريد أتطرق لحقيقة، هناك مخاوف ربما تكون لدى الغرب، لدى القوى الدولية، من خروج حركات متطرفة إذا ما ضعفت هذه الحركات الموجودة في ساحة إقليم كردستان. ممكن أن يكون أيضا قوة، دافع قوة لحزب البكهكة إذا، وهذه إذا قوية، إذا ما أوغلت بغداد في تعميق الجرح الكردي الحاصل الآن. هل تتفق مع هذه المخاوف أم لا؟ جدا اتفق مع هذا. شكرا اولا. اهلا وسهلا بك سعد. وشكرا ثانيا، لان السلطه رابعا حازت السلطه رابعا. نعم الى نفسها. مع الاعتزاز طبعا بك هوشيار، والسلطه اللي مثلها. شكرا شكرا. وانا السلطه الاولى هي، وانا كنت صحفي قبل. السلطه الاولى في البلاد انت الان السلطه الاولى. انا ميلي للصحافه يعني اكثر. بالتاكيد المخاوف الامريكيه مشروعه، وهي احنا عندنا ايضا نفس المخاوف بالحقيقه. أنا يعني كل الناس اللي واعيين بالبلد لابد عندهم نفس المخاوف. ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة في إقليم كردستان وبين الإقليم والسلطة المركزية في بغداد حدث كبير جدا ومؤسي للغاية، ولا أظن أن هناك وطنيا عراقيا كان يتمنى أن يحصل بالشكل الذي حصل به، لأنه في نهاية المطاف هذا مؤذن للقضية العراقية بشكل عام ومؤذن للقضية الكردية أيضا. أنت لم تكن تتوقع هذه القواعد، العواقب التي ممكن تحصل. في إحدى مقالاتك تقول بداية هذا الشهر نشرتها حضرتك في الشرق الأوسط، سيصعب الحال هذه أن تنفذ أنقرة وطهران عقوبات صارمة على الإقليم، لأنهما ستتضرران أكثر من غيرهما. وهذا ما حصل حتى الآن. هم ما نفذوا العقوبات اللي تحدثوا بها عندما بدأت الأزمة، يعني عشية الاستفتاء وفي يوم الاستفتاء وبعد يوم من الاستفتاء كان أردوغان على سبيل المثال، وحتى الإيرانيين كانت لهجتهم عالية جدا، وبدأ كما لو أنه ليس فقط يغلقون الحدود وإنما سيحركون قواتهم باتجاه كردستان. أرجع للمخاوف حقيقة. في ظل هذا الشحن اللي موجود من بعض الحركات اللي في العربية تحديدا أقصد، وكأنه نوع من إذلال للطرف الكردي، وكأنه صار هناك غالب وهناك مغلوب، كيف تنظر لها هاي واحدة من أسوأ إفرازات هذه الأزمة أنه شجعت على خطاب كراهية منفلت ضد الكرد خصوصا كقومية وليس حتى كساسة. نعم كقومية. أنا قلت في أكثر من مناسبة أنه حتى صدام حسين والبعثين لم يتجرؤوا، بالرغم من أنه موقفهم المعادي يعني لأي قوميات أخرى مو فقط الكرد، ولكن لم يتجرؤوا على أن يكون لديهم خطاب كراهية بمثل هذا الخطاب الذي انفلت في هذه الفترة، وكانت وراء أحزاب إسلامية وبالذات الشيعية، ولا أبرئ السنية أيضا. كانت هي يعني هي التي تمتلك الماكينة المحرضة على هذا الخطاب. وهذا أسقط نظرية تعبانة التحالف الكردي الشيعي، وتبين أنه أصلا لا وجود لهذا التحالف، وإنما هناك مصلحة ظرفية وقتية هي التي جعلت من الأحزاب الشيعية. يمكن هم بعدين نتناول هذا اللوم على الأحزاب الكردية نفسها. حضرتك أيضا أشرت إلى هذا الموضوع، أنه الديمقراطية هي الأساس ولازم تتعامل مع ديمقراطيين، أما تروح تتحالف مع أحزاب ربما الديمقراطية ليست من أولوياتها. وخلينا أتوجه للأستاذ فرحان جوهر من أربيل. أستاذ فرحان أهلا وسهلا بك، نتمنى تكون سامعنا بشكل جيد. أهلا بكم. خليني بقضية الموقف الأمريكي، وقرينا احنا البيان الوزارة الخارجية تطلعها للتعامل مع رئيس حكومة الإقليم
ونائبه أيضا، واثنينهم شباب. بس خليني بالموقف الأمريكي، في خطاب السيد مسعود برزاني فيه نبرة من الشعور بالخذلان من الموقف الأمريكي، في حين معظم المراقبين يشيرون إلى أنه أمريكا واشنطن عبر وزير خارجيتها، عبر وزير دفاعها اللي زار أربيل قبل الاستفتاء، أنه حذرتها من قضية هذه المجازفة اللي هي لا وقتها الآن ولا ظرفها الآن اللي هو الاستفتاء. لماذا شعور إذن بالخذلان والعتب على أمريكا في حين هي حذرت سلفا؟ طبعا جاءت هذه العتاب لأن نحن الحلفاء لحلفاء الرئيسيين للأمريكا وحلفاء أيضا وفي حرب داعش، وأيضا فهذه العتاب يعني أستطيع أقول من حقه، يعني لأنه تعاونوا وكثيرا يعني من الأمور في الكردستاني والعراق، طبعا ساعدوا قوات الأمريكية وأيضا ساعدوا لعراق لتبني عراق جديد وكتابة الدستور وإصدارها، فلنا يعني كثير على الأمريكان، لأنهم إذا لن يكون هناك الكرد الشعب الكردستاني في المعادلة لن يتم إنجاح الأمريكا في عملية السياسية في العراق برمتها، ويمكن أن تكسر العراق قبل 10 سنوات أو قبل وأكثر. لذلك من حقنا أن نعاتب على الموقف الأمريكي. ماذا كنتم تنتظرون من الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هو الموقف الذي كان منتظر؟ طبعاً نحن بالاستفتاء ليس ارتكبنا جريمة، يعني فإجراء الاستفتاء لا تسعى كل هذه الإجراءات التي اتخذ بحقنا كالهجوم العسكري وحرقي ونهبي والسلبي على يد القوات العراقية وبالتحديد على الحشد الشعبي. فيعني نحن نلتمس أو ننتظر من الأمريكان لا تحيط بهذه القضية، لأنه قضية الشعب وقضية يختص بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. فيعني ننتظر من الأمريكان يعني يتخذون موقفا من شق المثالي وليس الشق الواقعي، لأنه في السياسة الأمريكية لها شقان، الشق المثالي والشق الواقعي والسياسي، فهم اتخذوا الشق الواقعي والمصلحي والسياسي وأهملوا يعني الشق المثالي التي تقر بحقوق الشعوب وحق تقرير المصير وحرية التعبير وفكل ما جاء فيه في المعاهدات الدولية وحرية الضمير. فهذا عتابنا على الأمريكا نعتقد، ومن حقنا ويجب أن يتقبلوا هذه العتاب لنا. إذا كان عتبكم لم تقف أمام التصعيد اللي قامت به الحكومة الاتحادية، فأيضاً أيضا موضع عتب لأنكم صعدتم أيضا، إذا كانت بغداد أصدرت أمرين قبض واعتقال، أنتم أصدرتوا 13 أعتقد أمر قبض، وكأنه أنتم السلطة القضائية العليا، اتهمتم زملائكم ورفاقكم في الدرب بأنهم خونة. من يريد أن يكون راعي الأمة ومرجعها السياسي لا يمكن أن يتهم الأطراف الأخرى بالخيانة، في حين هي أيضا استخدمت القوات والبارتي أيضا استخدمت. ليس بهذه الحجم، كما تعرفون هناك اتفاق على اجتماع الدكان، وأيضا جاءت رئيس العراقي سيد فؤاد معصوم وجاء بمتطلبات الحكومة العراقية، وأيضا وافق على هذه الخطط لنشر قوات الاتحادية وتبادل في الناحية الفنية يعني لمسألة البيشمركة والقوات العراقية. يعني ليس لدينا مانع في الانتشار قوات الاتحادية حتى بعد الاستفتاء من هذه المناطق. هذا واضح. خليني بالإطار الحزبي. أنتم لما إذا أنتم كنتوا تريدون موقف موحد، لماذا استجلبتم أو استدرجتم بعض القيادات في الاتحاد الوطني بحيث خليتوا العائلة الطالبانية اللي معظم قادتها شباب أن تخاف أن بس اسمح لي أكمل لك الفكرة. أن تخشى أن تشعر بالتهديد أنها ستفقد كل شيء، وبالتالي حتى النفط اللي كان يصدر كان يروح أيضا لأربيل، فكان على الجناح الشاب العائلة الطلبانية، أما تستسلم لهيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني أو تتوصل إلى اتفاق في بغداد، هذه قضية داخلية عندكم. طبعا هناك قضية، هذا كلام للباحث وصراع. الباحث السيد حارس حسن حتى لا أتبنى وصراع مزمن، لكن اللي اتخذ موقف العائلة الطالبانية وراء حزبه أيضا، يعني القيادين البارزين والمكتب السياسي الحزب الاتحاد الوطني نفسه لم يتطلع ولم يعرف بهذه الاتفاق الذي أبرمه مع قوات الحشد الشعبي من قبل النجل الرئيس
استاذ فرحان الله يخليك، يعني أربعة أيام الجنرال سليماني في السليمانية وفي كردستان، معقول لما كنتوا تعرفون شو اللي ما كان يدور؟ هل يعقل هذا الكلام؟ يعني أربعة أيام ايش كان يسوي؟ يعني كان يشرب لبن أربيل، شان يسوي؟ ما تقول لي شان يسوي هذا؟ ما تدرون طبعا احنا عرفنا اللي يدور، لكن لن نتوقع بان يخضعوا لتوجيهات السليماني. يعني لن اللي جاء موقف الرسمي من الاتحاد الوطني الكردستاني التي نتخذه من المكتب السياسي، هم فجاءوا على لسانهم بانهم لن يرضخون لموقف السليماني، فهناك تهديد سليماني من بدايه الاستفتاء وحتى بعد الاستفتاء. يعني فنعرف موقف السليماني وهذه القوة من هذاك، لكن لن نعتقد او من غير المتوقع أن يرضخون عائلة الطرباني وراء حزبهم، يعني وراء أزن، يعني أصبحوا خيانة من حزبهم أولا بعد ذلك من الكركوك ومن الديمقراطي. هذا عتابنا على هذه النقطة. طيب إذا جاءت اتفاق بالرسمي من قبل حزبهم والمكتب السياسي فهذا مرحب به، لكن أيضا هم لم يطلعوا حتى قادتهم، حتى الرئيس، حتى نائب السكرتير الأول لعام الحزب أستاذ كوثرة رسول علي، يعني ما طلع على هذه الاتفاق، هذه النوع من الاتفاق. طيب يعني أنا هذا يحين إلى السؤال، خليني بصدد ما أستمر ما طردا مع ما تفضلت به حقيقة. ما أدري إذا كان عندك تعليق أستاذ هوشيار أو مر على ما سمعته من الضيوف، ولكن أيضا أنت ابن سليمانية قبل ما تكون من حركة التغيير، خلنا نحكي محافظات. سيد بافل رأسا، سيد بافل الطلباني ظهر في هذا في المشهد، رغم أنه سابقا لم يكن له هذا الحضور، وقال هو من عقد الاتفاق كقيادة شابة شعرت بالتهديد باعتبارها العائلة الماسكة للحزب يعني. وأيضا يمكن أسألك بعدين، هي وين التغيير إذا كانت هي العوائل نفسها تفرض قيادات شابة؟ شكرا جزيلا لك. بصراحة واحد من أهم المشاكل الموجودة داخل العملية السياسية في إقليم كردستان قضية توريث السلطة أو نظام عائلي للأحزاب السياسية الموجودة، وخاصة حزب الديمقراطي الكردستاني، والآن بدأ اتحاد الوطني الكردستاني ورمام جلال الهم نفس الخطى والمنحة. فيما يخص الأحداث اللي صارت بشكل عام، لدي مجموعة من التعقيبات. واحد من أهم التعقيب اللي عندي قضية أو مفهوم الخيانة. مع الأسف الشديد الأدبيات السياسية أو المفردات السياسية بين الأحزاب السياسية الكردية وخاصة بين الاتحاد الوطني وحزب الديمقراطي الكردستاني مرات بها نوع من خلل وبها نوع من عدم وجود الموضوعية. الخيانة يجب أن تكون هناك التعاون مع العدو. أنا أكثر من مرة قلت هذه العبارة، هل الآن في نظر حزب الديمقراطي الكردستاني أو اتحاد الوطني الكردستاني الدولة العراقية أو الحكومة العراقية جهة عدوة؟ أم ماذا؟ هاي من جهة، ومن جهة أخرى مع الأسف الشديد يعني كان هناك، ومثل ما تفضل به أستاذ فرحان، كان هناك اتفاق في دوكان، كان هناك اتفاق بأنه لا ضير أو هناك نوع من القبول من قبل الأطراف السياسية خاصة الاتحاد الوطني وحزب الديمقراطي أن تكون هناك بسط السيطرة أو إعادة القوات الاتحادية في إلى تلك المناطق النزاع. كان هذا واضح في اجتماع دوكان أن هناك اتفاق بين الطرفين على إعادة انتشار قوات الاتحادية. طبعا أصلا أبدوا موافقتهم لسيد الرئيس الجمهورية دكتور فؤاد معصوم. ولكن واحد من أهم الإشكالية الموجودة الأخرى داخل العملية السياسية الكردستانية وجود نوع من فوضى داخل المؤسسة العسكرية أو البيشمرقة كقوة بحد ذاتها، لأن هناك مجموعة من الفصائل ينتمون إلى أشخاص ولا وليس إلى حتى الأحزاب. يعني مثلا هناك يعني حتى المسميات مثلا قوة فلاني قوة فلاني وليس بيشمرقة الإقليم، هسه الآن صارت بيشمرقة أشخاص. يعني مع الأسف الشديد يعني كنا كحركة التغيير طالبناها مرارا وتكرارا، يجب أن تكون ونجعل من قوة البيشمرقة قوة وطنية. طبعا البيشمرقة كمل لك وين البيشمرقة. أنا عندي أمر من القائد مال البيشمرقة مالتنا، هنا قاعد بغرفة الأخبار بالاستوديو، يقول لازم أخذ فاصل أول مشاهدينا ونعود.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحديثنا متواصل بصدد استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع القيادات الكردية الشابة وأقوياء أقصاد هوشيار. انتقدت مفهوم الخيانة اللي اتهم به أحد القيادات الشابة في الاتحاد الوطني الكردستاني، وأنه كيف إحنا نصف الخيانة تكون مع العدو، فكيف نصف الحكومة الاتحادية بأنها عدو؟ تفضل كمل. حضرتك تحدثت أيضا عن إشكالات في البيشمركة وولائها لبعض الأشخاص وليس حتى للحزب. لا، يعني المشاكل الموجودة في إقليم كردستان كبيرة وكثيرة، يعني ليس فقط في مجال معين وإنما في مجالات شتى. ومع الأسف الشديد يعني هاي الاتهامات أو المتبادلة بينهم بين اتحاد الوطن الكردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني لها جذورها التاريخي، مثلا لأن مثلا كان هناك بينهم تاريخيا، يعني مثلا حزب الديمقراطي الكردستاني متهم بالخيانة في مع صدام حسين في 96، بالتالي حزب الديمقراطي الكردستاني يريد أن ينتقم، وهناك هم صحيح لاتحاد الوطن الكردستاني. يعني مشاكل الموجودة بين الأحزاب السياسية الكردستانية خاصة الاتحاد وحزب الديمقراطي لها جذورها التاريخي، وهناك مجموعة من مشاكل مؤسساتية داخل حكومة إقليم كردستان بشكل عام. مثلا على سبيل المثال البيشمركة اللي كاسم ترمز إلى نوع من مفردة نوعا ما مقدسة بالنسبة لكل فرد في إقليم كردستان، لأن تحت هذه هذا الاسم يعني صار هنا كان في السابق صار هناك نضال ضد الدكتاتورية، ولكن دستوريا الآن حسب الدستور العراقي اللي كنا نطالب به سواء الأطراف الأحزاب العراقية والكردستانية، هناك حرس إقليم في إقليم كردستان، ولكن تم استخدام هذا الاسم للبيشمركة مرادف لحرس إقليم دستوريا، وبالتالي الآن لما نقول البيشمركة قوة دستورية قصدنا حرس إقليم، ولكن حتى الآن ليس هناك نية جدية لتوحيد البيشمركة بين حزب الديمقراطي الكردستاني واتحاد الوطن الكردستاني. لذلك يصير كل هذه الإشكالات اللي صارت في الأحداث عودة القوات الاتحادية إلى كركوك ومناطق النزاع، هاي من جهة. من جهة أخرى الخطاب السياسي الكردي أو الكردستاني خلينا نقول بها مجموعة من الإشكاليات عويصة أو استراتيجية. واحد من أهمهم القضية القومية. أخي الفاضل، واحد من الإشكاليات الموجودة شلون هنا داخل العملية السياسية العراقية هناك شعار أنا معجب به جدا تقول باسم الدين باقونا الحرامية، في إقليم كردستان أيضا باسم القومية دمروا إقليم كردستان ودمروا البنية التحتية ودمروا حتى النسيج المجتمعي الموجود في إقليم كردستان. على صعيد الخطاب السياسي أيضا نفس الشيء، ولدينا مشكلة أخرى فيما يخص قضية نظام السياسي في إقليم كردستان. بدل ما يكون هناك مثل ما لدينا نظام سياسي برلماني في الدولة العراقية، لدينا نظام رئاسي الآن تقريبا رئاسي وبنكهة نوع من السلطوية العائلية، توريث السلطة، يعني عدم وجود إيمان أنتم الآن هل ستقبلون ما دام ذكر بالبيان الاسمين، أنتم هل ستقبلون بدور ثانوي وأنتم عندكم 26 نائب في البرلمان أكثر من الاتحاد الوطني؟ أنا أعتقد واحد من أهم الاستنتاجات الموجودة الآن بسبب سياسات الأمريكا بشكل عام في إقليم كردستان. كانوا في السابق لديهم مجموعة من تصورات خاطئة اتجاه العملية السياسية في إقليم كردستان، خاصة عدم وجود أو عدم إيمان بتداول السلمي للسلطة. والآن أعتقد الإبقاء على نفس الوجوه ونفس الكابينة الحكومية أعتقد لا تجدي نفعا، وليس هناك خطوة إيجابية باتجاه الصحيح، لأن لمجموعة من الأسباب الذاتية والموضوعية أنا أعتقد ليس هناك نجاح في الأفق لهذه الكابينة الموجودة، لأن هناك مشاكل داخلية ليس فقط يعني تخصنا، يعني هناك مشاكل داخلية بين حزب الديمقراطي الكردستاني منقسم على نفسها بين أستاذ مسرور البارزاني وأستاذ نشرفان بارزاني، يعني هناك محاولات نوع من المحاربة بيناتهم، وأيضا هناك عدم وجود نوع من وحدة الكلمة داخل الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا، يعني مجموعة من الاتحاد الوطني الكردستاني حتى إذا تريد جنابك أذكرك بالاسم، يعني مجموعة من هدو متوجهين إلى بغداد ومجموعة من داخل نفس العائلة متوجهين إلى أربيل. بالتالي يعني حتى داخل الأحزاب المسيطرة الاتحاد وحزب الديمقراطي لديهم مشاكلهم الخاصة. عدا ذلك يعني هناك مجموعة من مشاكل رئيسية واستراتيجية في بنيات هذه أو في في في
جسد هذه الحكومة قضية بيع النفط بدون أثر لوارداته وتراكم نوع من الديون الهائلة على هذه الحكومة وقضية وجود قائمة لموظفي إقليم كردستان بشكل ضخم جدا وأعداد كبيرة للغاية بحيث حتى الحكومة الاتحادية قالت ليس باستطاعتنا أن ندفع رواتب كل هذه هذه النسبة الكبيرة لموظفين. يعني أعتقد إذا نريد يعني أن إذا نريد أن نعالج المشكلة يجب أن نعيد النظر. فمن كلامك لن تتعاونوا مع القيادات الشابة؟ نحن طالبنا كتغيير. أنا راح أخلي هذا البارت بينكم وبين السيد فرحان جوهر وبعدين أخصص وقت للأستاذ نحن طالبنا حتى يعلق على المواقف. يعني طالبنا كحركة التغيير تشكيل حكومة جديدة، حكومة إنقاذ أو حكومة انتقالية، ولكن حتى الآن ليس لدينا تأييد، على الأقل بشكل علني أو على الأقل بشكل نهائي ليس لدينا تأييد لاستمرارية هذه الحكومة، ورفضنا تمديد عمر البرلمان لثمانية أشهر. هل لديكم يعني علاقات، مباحثات، حوارات مع الجيل الجديد؟ هناك الجيل الجديد في السليمانية أيضا. لا، هناك حراك سياسي. ساشوار عبد الواحد. هناك حراك سياسي على الأقل بين حركة التغيير والجماعة الإسلامية وقائمة أو أستاذ برهم صالح خلينا نقول. نعم. وأيضا مع العدالة. بالضبط. ومع أستاذ شاسوار بشكل غير مباشر. وطالبنا الإخوان وصارحناهم الاتحاد الوطني وحزب الديمقراطي بأن يجب أن تكون يعني باب الطرف. أنتم مدينة صغيرة وعندكم ما أعرف كم حزب، يعني هواية. لا بس المعللين ما اعلم يجوز بعد ما لا التعددية ايه؟ شيء جيد واعتقد حالة سليمة. ولكن يعني مع الأسف يعني حتى الآن قواعد اللعبة في إقليم كردستان بشكل عام مسيطرين عليه قد تعتبر أيضا انقسام، قد لا ينظر للبعض على أنه تعددية معافاة وإنما هي تعددية نوع من فوضى. فوضى نعم. طيب خلص الأستاذ فرحان، أتمنى تكون سامعنا وسمعت حديث الضيوف أكيد. نعم. طبعا انتظر من عندك تعليق على ما تفضل به الأستاذ هوشيار، وأيضا السؤال اللي يعني في أذهان العراقيين، لماذا أيضا التوريث السيد قباد بن السيد مام جلال طلباني والسيد نجرفان من العائلة البرزانية ابن السيد الدريس؟ لا هذا ليس التوريث. النجرفان بارزاني صحيح من عائلة البرزانية لكن ليس هو وريثا للبرزاني، وإنما جاء بنزاله وبنزال نزاله الشخصي، وله تاريخ طويل من حركة التحرر الكردية، وانتخب من قبل أعضاء الحزب بشكل ديمقراطي. فشأن الاتحاد الوطني الكردستاني يعني ما أعلق عليها فهذا يخصهم، لكن بالنسبة لنا ليس هناك توريث. فيجب أن يعرفون أن نجرفان بارزاني هو شخصية سياسية وأيضا شخصية بارزة ولها دور كبير في عملية سياسية سواء كانت في العراق أو في الكردستان، فلكي يوضح للجميع هذه النقطة. بعدين طبعا جاء ببيان وزارة الخارجية الأمريكية بأن يكون على الأحزاب الكردية أن يلتفوا على حول الحكومة ويدعموا هذه الحكومة، وأيضا مشاركين في الحكومة جميع الأحزاب الرئيسية في الكردستان بما فيها حركة التغيير. فصحيح هناك انسحبوا من الحكومة لكن ليس بشكل نهائي، فأيضا موجودون. فبعد لم تتضح موقفهم من هذه العملية، هل موجودون وانتم تهاجمون مقراتهم في زاخو في دهوك؟ لا نحن ما هي الرسالة اللي راح توصلوا نهائيا؟ هذا ليس موقفنا وهذا ليس سياستنا ونستنكرها وأيضا ندينها بشدة في هذه العمليات كلها التي تشوه صورة التعايش في الكردستان. هذا ما يثير عندي سؤال الأستاذ فرحان. كان فرحان، الخلافات القديمة هل ستنتقل إلى الجيل الجديد أم أنه هذا الجيل الجديد سيصفي هذه الخلافات والمشاحنات السابقة؟ نتمنى أن ينتهي هذه الخلافات. صحيح هناك خلافات مزمنة بين اتحاد الوطن والكردستاني والديمقراطي وأيضا جدد بعض هذه الخلافات، لكن نتصور باتحادنا والرؤية الجديدة للسياسة في مرحلة جديدة نستطيع أن ننتصر على هذه الخلافات ونوحد موقفنا، وأيضا لهذه المرحلة. وعندما يأتي مرحلة جديدة ونتوجه إلى انتخابات جديدة
فعلى الأحزاب اللي يفوز بالانتخابات فهو يشكل الحكومة. والآن لكن الآن ليس الوقت في الحكومة المؤقتة أو حكومة إنقاذ الوطني، لأنه في وضعنا السياسي والاقتصادي لم تجاوب مع هذه الحكومات. وأيضا الحكومة المؤقتة سواء مؤقتة أو الإنقاذ الوطني لم يستطع أخذ زمام الأمور بشكل جيد، وخاصة الناحية الأمنية. يمكن هناك ينفلت الوضع الأمني من قبل هذه الحكومات المؤقتة، فيجب أن نتطلع إلى عودة حركة التغيير إلى الحكومة وإلى البرلمان. و معروف موقفكم أنه يا جماعة انتظروا أن تصير الانتخابات، والانتخابات ستفرز قيادات ويعني وهي تشكل الحكومة بالتأكيد يعني، فلماذا هذا نعم. العجلة في هذا الأمر؟ هذا أعتقد هو هذا موقفكم الآن، أنه بقاء هذه الحكومة، ولكن نعم. هناك إجراءات ممكن أن تأخذها وتعطي رسائل إيجابية، توحيد البيشمركة، نزع الصفة الحزبية عن البيشمركة أيضا، احتضان كل الحركات اللي كان لها موقف يمكن مناهض لبعض نعم. السياسات كلها. هذه الرسائل اللي طمن الآخرين، أما الكلام الإنشائي وإحنا والله طبعًا. ما أعرف إيش هذا، لا نجدي نفع الحقيقة يعني. طبعا نحن ليس مع كلام إنشائي، والآن وقت العمل والعمل أنا أريد إجراءات يعني الطين، شنو الإجراءات اللي تتوقع هذه الحكومة راح تسويها تعطي رسائل إيجابية؟ طبعا اليوم بدأت رئيس الحكومة، واتصلت الليلة الماضية مع الرئيس، مع سكرتير حزب التغيير سيد عمر سيد علي، وأيضا اليوم زارت أستاذ علي باطير، وأيضا في الناحية السياسية. وأعتقد سيكون هناك إصلاحات في هذه المدة الباقية للحكومة أمامنا، وأعتقد نتطلع للدور جيد في هذه الحكومة، وأن يكون قوة حكومة قراراتها بيدها ولن يخضع لرسم السياسة من خارجها، يعني لن يكون هناك الحزب جد طولي فيها. ونتمنى أيضا لهذه القادة الشابة سواء كان رئيس الحكومة أو نائبه أن يقص يعني يد الحزب في الحكومة. فهذا إذا كنا نتحدث عن قيادات شابة، فأكو كتلة كاملة هي شابة بالأساس، هي كتلة التغيير. شو راح تعملون وياهم؟ ترجعوا الرئيس برنامج لو ما ترجعوا؟ طبعا واتخذنا طبعا موقفا ايجابيا من حركة التغيير، واتصل بها رئيس الحكومة البارحة، ويكون لنا اجتماع معهم في ايام القادمة، وايضا نتطلع الى دورهم الايجابي حول الحكومة. فهذا سياستنا لمرحلة جديدة، ونتمنى ان يستجيبوا لهذه المواقف والسياسة الجديدة لحكومة اقليم كردستان من قبل حركة التغيير ايضا. طيب انا عندي يعني ولو الوقت قليل، بس راح اكيد ابنح الاستاذ عدنان الوقت الكافي. عاده وكما يقول البعض انه الاتفاقات لا تكون الا بين اقوياء، حتى تكون هذا الاتفاق راسخ، مو تجي على طرف ضعيف وتملى عليه، او هذا الطرف الضعيف وهو ما قادر على انه ينفذ ما اتفق وياك. اليس من صالح بغداد ان تكون اربيل قويه؟ هذا جاوبنا عليه حقيقه، ولكن بعد الفاصل لدينا وقفة أخبارية. مشاهدينا ما نعود. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثالث من البرنامج، وأعود لك أستاذ أو توجه لك الحقيقة أستاذ عدنان سألتك قبل الفاصل، الاتفاقات تكون بين أقوياء حتى تكون هذه الاتفاقات راسخة وليس إملاء على طرف ضعيف من طرف قوي؟ أليس من مصلحة بغداد أن تكون كرد أربيل قوية؟ المسألة الأخرى هي ليست قضية توريث مع هذه القيادات، لأن هذه الحكومة هي موجودة سابقا ومنتخبة، وبالتالي استمراريتها هي مو قضية توريث، وإنما هي أصلا هي هذه الحكومة الموجودة. أرد أسمع تعليق وأيضا تعليق على ما سمعت من الضيفين. خلينا نبدأ بالتعليق على ما سمعت. ما جرى في إقليم كردستان بالفترة الأخيرة يمثل فشلا جديدا لإدارة الإقليم وللحركة السياسية في الإقليم، لن يستطيع أن تستطيع أي حركة أن تبرئ نفسها من المسؤولية. على سبيل المثال موضوع الاستفتاء لم يكن قرارا وحيدا لسيد مسعود البارزاني أو لأي شخص آخر، هذا كان قرارا إجماعيا. أنا شخصيا كتبت هذا، لم يكن في وقته لم يكن مناسبا، ولكن
الكل وافقوا عليه بمن في حركة التغيير التي عارضت أعربت عن معارضتها، ولكن في نهاية المطاف زعيم الحركة الجعيد مو كأنه بدأ من لم يشارك ويأخذ موقف معارض على أنه نوع من التواطؤ مع في مع العدو. في كل الأحوال هو عندما وضع إمضاء على بطاقة هذا أصبح شريك في هذه العملية. حتى لو لم يكن قد ذهب زعيم التغيير أو الآخرون إلى صناديق الاقتراع في ذلك اليوم، فهم يتحملون مسؤولية في فشل العملية السياسية كلها هذه. كما يعني المسؤولية لا تقع على طرف واحد، على كل الأطراف لا تتحملها، كل الأطراف تتحمل. الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحملها، الاتحاد الوطني الكردستاني بدرجة أكبر، لأنهما الحركتان الأكبر خصوصا كانوا يتقاسمان السلطة والمال والنفوذ أكثر من غيرهم، وعلى هذا الأساس يتحملون الحصة الأكبر. ما يجري في الأقليم حقيقة في جوهر، ربما هذا الأستاذ عدالي يمكن تأكيدا لكلامك، وهذا ما دفع الآخرين أيضا حزب الديمقراطية يتهم الآخرين بالخيانة. ما أنتم مشاركين، أنتم كلكم مسؤولين عن هذه القضية، لماذا أنا الوحيد اللي أكون موضع لوم؟ أنا ما أحب هذا موضوع التخوين، وهذا ما أحبه، ولا يعني في كتاباتي لا أستخدم مثل هذا على الإطلاق، ولا أتمنى لأحد أن يستخدمه. بالنهاية هناك مواقف سياسية ومعتقدات سياسية ينبغي أن تحترم سواء، لكن كما أشار الأستاذ هشار أنه أكو بعد تاريخي للعلاقة ما بين الاتحاد الوطني الكردي والحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني هي إشارة ليس لما حصل في كركوك فقط، وإنما إشارة إلى التاريخ. وهذه من الأشياء اللي أنا ألوم بها العملية السياسية في كردستان، لأنها لم تستطع أن تتحرر من الماضي، من أرث الماضي، ولم تستطع أن تتقدم بالحاضر الآن، يعني نعم اتجاه أفق جديد. يعني ظلت الإدارة منقسمة، كان هناك إقليمان في الحقيقة منذ سنة 94 عندما حدث الصراع السياسي بين أو النزاع المسلح بين الحزبين، كانت انشطرت الإدارة وبقيت إذا هناك إدارة في سليمانية وإدارة في أربيل. أنا عندما أذهب إلى سليمانية، عندما أريد أن أنتقل من سليمانية إلى أربيل، علي أن أستخرج ورقة أخرى، يعني ورقة من الأسايش في سليمانية، ثم لما أتحرك إلى أربيل علي أن أستخرج ورقة أخرى، لأنه أسايش أربيل لا تعترف بأسايش سليمانية، وأسايش سليمانية لا تعترف يعني بأسايش. واقع الحال كانت هناك إدارتان. و يعني أي تحليل لا يأخذ بنظر الاعتبار هذه الحقيقة سيكون قاصر جدا، وسيكون فاشل، وسيعيد إنتاج الأزمات نفسها. الإقليم كردستان نحن كنا نطمح ونتأمل إلى أن يقدم، منذ التسعينات حتى قبل سقوط نظام صدام كنا نتأمل أن يقدم نموذج لما سيكون عليه العراق في المستقبل، يكون بالممارسة السياسية، بالتنمية الاقتصادية، بالثقافية، وكنا ندفع بهذا الاتجاه ونكتب بهذا الاتجاه، نحاول أن ندعم هذه التجربة حتى تمشي بهذا الاتجاه. للأسف الشديد أنها لم تأخذ هذا البعد. احنا كنا في البداية أنت أشرت حتى أنه الأص على هذه الديمقراطية في كردستان وفي العراق أيضا، يعني والتحالف مع قوة قابلة لأن تتفهم هذه الديمقراطية. يعني شوف، واحدة من أخطاء الحركة السياسية الكردستانية أنها أقامت تحالفاتها مع حركات غير ديمقراطية هنا في بغداد، وهذا طبعا لا ينتج نظام ديمقراطي لا في العراق ولا في كردستان. يعني هذه الأحزاب فشلت في إقامة تجربة ديمقراطية في الإقليم، وأيضا أسهمت في ترسيخ التجربة غير الديمقراطية اللي قامت بعد 2003. يعني على سبيل المثال كتب الدستور وكان الكرد شركاء أساسيون به، يعني أستطيع أن أزعم أن الكرد حصلوا على كل ما يريدون بالدستور بهذا الدستور. ولكن كثير من الحقوق الدستورية سكت الكرد أو ممثلي الكرد في بغداد، سكت على الضغط من أجل تحقيق أولا تعديل الدستور، اثنين تشريع القوانين التي أوصى الدستور أو ألزم الدستور بتشريعها. لأن كان من المفترض هناك العشرات من القوانين أن تشرع منذ عام 2006،
و2007. الدستور نفسه كان ينبغي تعديله في الكثير من عندهم كانوا اعضاء باللجنه القانونيه. الـ 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 القوانين الاشكاليه سبب المشكله، واحد من اسباب المشكله هو لم يشرع القانون النفط والغاز، لم تطبق الماده 140 على سبيل المثال، نحن لم نلمس ضغطا. طيب خلي انا الفت نظرك الى قضيه وهي ليست جديده في هذا البرنامج، طرحناها سابقا، التحالف مع حركات الاسلام السياسي، كل حزب هو يمثل طائفه معينه، وبالتالي أنا ككردي في أربيل أو السليمانية ليس من صالح أن تكون بغداد قوية، إضعافها يتم عبر حركات تشيع النعرة الطائفية وتضعف بغداد. هذه نظرة قاصرة جدا جدا. هذا اللي صار، فيقول لك أنا ليش أروح أتحالف مع حركات يسارية وحركات وطنية، هذا لا يخدمني في إضعاف بغداد. أروح أتحالف مع طرف راح يصير بيناتهم حرب سنة وشيعة وطائفية وتهميش وإقصاء. فبالتالي هم الدليل على ذلك لم يبادروا في إصلاح ذات البين بين الحركات اللي تمثل الطوائف اللي موجودة. هذا حركة قاصرة جدا، يعني هذه وجهة نظر قاصرة، هذا رأي قاصر غير صحيح. بغداد كان ممكن أن تكون قوية بالديمقراطية مو بأي شيء آخر، وقوة بغداد الديمقراطية هي قوة للإقليم كردستان. وكان يمكن لو كان قد يعني ترسخت تجربة ديمقراطية في بغداد وتنمية أيضا، مو فقط ديمقراطية، نعم تنمية وعمران. لو كانت ترسخت تجربة ديمقراطية كانت ترسخت التنمية. ما كان داعش دخلت للعراق وعملت كل هذا الخراب بالهذا. لو كان أقيمت تجربة ديمقراطية حقيقية وراسخة في بغداد كان ينعكس هذا على الإقليم الكردستان، كان ستفرز قوة في بغداد تتفهم على الأقل مسألة الاستفتاء، تتفهم حق تقرير المصير للكرد. ولكن الذي تقوى في بغداد بدعم من الأحزاب الكردستانية جميعا بمن فيهم التغيير، ها، الذي تقوى في بغداد هي القوة غير الديمقراطية. القوة الآن التي تعرقل تشريع أي نظام، تشريع أي قانون يمكن أن يوسع من دائرة حقوق الديمقراطية بالعراق. كل القوانين المعطلة هي تتعلق بحقوق الناس وبالحريات العامة. طيب خلص أستاذ فرحان حقيقة. نعم. الأحزاب الباقية يقول نحن لا نؤمن بالتحالف مع أي حزب من الأحزاب الكردية الحالية، هذا حزب الجيل الجديد، فكردستان تحتاج إلى جيل جديد لإدارة سياسة الدولة. إذن بعض الجيل الجديد غير راضي عن الجيل الجديد اللي موجود في الحكومة. نعم، ليس لنا صراع الأجيال في كردستان، وإنما لنا صراع سياسي، والسياسة يعني تتحكم في سياسة العقل والمنطق وليس السن، يعني فمن ناحية ما لا يقل عن ناحية النظرية، يعني ليس هناك يعني تجربة تقول بأن هذه الشعب لأنه هذه سياسي جيد وهذه مسن فهو سياسي غير جيد سيء، فليس هذه التصنيفات صحيحة في السياسة، وإنما السياسة هو التعقل والحكمة وأخذ الأمور بشكل عقلاني. فأعتقد بأن هذه التسمية للكردستان ليس صحيحة، وستظهر أيضا في الانتخابات القادمة، فهذه بأن هذه التصورات خاطئة طبعا لتصنيف السياسة على الأجيال في الكردستان أيضا. وأيضا هناك في البرلمان الكردستان العراقي، وأيضا نحن الآن جيل الجديد، يعني عملنا بعد الانتفاضة، عملنا السياسي بعد الانتفاضة آذار 91، وأيضا في الحكومة ورأس الحكومة ونائبه أيضا من جيل الجديد. فأعتقد السياسة ليس لها علاقة بالأجيال وليس لها علاقة بالسن، وليس إنما بالرؤية، رؤية سياسية عقلانية، رؤية ديمقراطية، رؤية. أنا القصد أستاذ فرحان، القصد كاب فرحان، أنه عدم احتضان الجميع أو التوجه للأصوات المعارضة حتى التي ترفض، وممكن يعني ما تغير اذا تغيرت الحكومه، يعني هو شنو وين المشكله بهاي القضيه؟ يعني هل قد هذا التمسك بالسلطه والكرسي، انه الخطر ان من يشغل الفراغ حركات متطرفه، ان يكون جناح كردستاني عراقي لحزب العمال الكردستاني لما يشوف يحقق انجازات في سوريا حقيقيه وفي ظل حرب شرسه، اقول لك ليش ذولا بعد احسن وانظف وانزه واكثر ولاء للكردايتي، ما تخشون من هذه القضيه حبيبي. في الكردستان طبعا حتى الان اجرت الانتخابات وجاءت هذه الاحزاب الان في السلطه بالانتخابات وبالاقتراع، وليس جاءوا على
على الدبابات أو الانقلابات، فيجب أن نعترف بهذه الأن. وأمامنا أيضا انتخابات القادمة، وإذا يقول لك ما يقول لك هذا 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 الوجوه نفسها فشلت في توحيد البيش مرقة، فشلت في تحقيق إنجازات مهمة، وبالتالي هي مو أنت مو لأن المنتخب معناته لازم تصير مؤبد، يعني عندما تفشل تركوا خيار أخي تركوا خيار هذا للجماهير لكي يعاقبوا هذه الأحزاب وهذه القيادات في الانتخابات القادمة، وليس نضع ما نضع في مكان بدلا منهم من الشعب، يعني فلكي الشعب يختار ويعاقب من يريد يعاقب ومن يريد يختار، يعني فهذا ليس مسألة طيب أكمل وياك، ولكن عندي وقفة، تعذرني عندي وقفة أخيرة مشاهدينا ونعود. اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الاخير من البرنامج، وابقى وياك استاذ فرحان جوهر عضو الحزب البارتي الديمقراطي الكردستاني. وباختصار حقيقه انا سالتك، وممكن اعيد السؤال على الاستاذ هوشيار والضيوف الكرام هنا، انتم تقولون بان هاي حكومه منتخبه ولازم تبقى لحين الانتخابات الباقيه، وقلت لك انه المخاوف انه في ظل هذه الحاله وفي ظل هذا الشحن في ظل الاصوات المتطرفه العربيه والكرديه أنه تظهر حركات أكثر تطرف، وربما يكون للجناح أن يكون هناك جناح لحزب العمال الكردستاني التركي ولكن بلباس كردستاني عراقي. نعم. خصوصا إذا ما حققوا إنجازات وأكملوا إنجازاتهم في سوريا حزب العمال. السؤال لي؟ نعم. طبعا هذا ليس لعلاقة لحزب العمال الكردستاني بالكردستان العراق، و وليس لهم يعني جماهير في الكردستان بهذه الصورة والدرجة. صحيح هناك تعاطف من قبل مسائل قومية وأشاد بدورهم في محاربة داعش في سوريا، لكن ليس لهم دور أساسي في كردستان العراق، لأنهم ليس لهم فضل في كردستان العراق. فهذه الأحزاب الكردية رغم إخفاقاتهم في بعض المحطات التاريخية، لكن لهم أيضا انتصارات وإنجازات، فحتى الآن متجذرة في قلوب الشعب الكردستاني في كردستان العراق، وتتظهر أيضا بالانتخابات القادمة، وترون بأن هذه الأحزاب أيضا سينتخبون من قبل الشعب الكردستاني لأخذ زمام الأمور والسلطة بيدهم أو في الحكومة. فهذا طيب. حقيقة واقعية لن نقدر نتجاوزها. يعني ليس لهم حظ ونصيب في أن يكون لهم حضور في إقليم كردستان العراق. لا نهائيا. ولكن طيب خلينا أسأل الأستاذ هوشيار، ليس فقط حزب العمال الكردستاني كهوشيار، وأنه ممكن أحزاب ذات طابع ديني، ممكن أحزاب تشوف بأنه هذه العملية ميؤوس من عدها والانتخابات لا تغير شيء، وتحت هيمنة أحزاب معينة ممكن الانتخابات هذا أن تكون نتائجها مسبقة المعروفة، من سيفوز ومن سيخسر في هذه المنطقة. صحيح. بحسب حكم هيمنة أحزاب معينة في مناطق معينة. هل نحن، واسمع من عندك تعليق أكيد على ما تفضلوا بالضيوف، وبراحتك بعدين نجاوب على هذا السؤال. يعني أكيد يعني كلامك صحيح، كلامك صحيح، وتصورك بخصوص بروز مجموعة من الفصائل أو قوى أن ترفض بشدة الواقع الموجود داخل إقليم كردستان بمسميات دينية غير دينية قومية متطرفة، أنا أعتقد يعني محتمل جدا إذا ما استمرت هذه الحالة الجمود السياسي. واحد من أهم الإشكاليات الموجودة الآن في إقليم كردستان الديمقراطية الآن في إقليم كردستان، هاي نسبة كبيرة صغيرة جدا أو نقول ضئيلة جدا من الديمقراطية اللي بقت أعتقد حتى الآن، يعني الآن خاصة في خطر، وتصرفات الأحزاب الموجودة في إقليم كردستان وعلى رأسهم حزب الديمقراطي الكردستاني مع الأسف الشديد في أربيل يعني أيضا لا ينظر بالخير في هذا المجال. وبخصوص القضية المسؤولية يعني ما راح يتغيرون، تعتقد أنه لهذه القيادات الشابة ما راح تغير شيء؟ أنا أعتقد القيادات الشابة يجب أن تسمي للحرس القديم القيادات الشابة، لما تقول القيادات الشابة يجب أن تكون ذو كفاءة، يعني اثنيناتهم استاذ نجيرفان وكاقوبات اثنيناتهم ما عندهم بكالوريوس، يعني اثنيناتهم ما عندهم بكالوريوس ولا واحد من عندهم، ما عندهم اختصاص في اي مجال معين. يعني كاغنيتشيرفان بارزاني من زمان هو رئيس للحكومه، ولكن بدون اي تقديم نموذج لاداره رشيده، اداره جيده لحكومه اقليم كردستان. طيب من باب ورا كل هذه الانصاف، من باب الانصاف حتى بعض العرب يقولون العرب اعطوا للكرد 17% بنوا بها ثلاث محافظات جميله،
الجماعة أخذوا أكثر من 70% العرب، ما خلونا غير بس يعني كلامك دقيق، ولكن بالنسبة هذا كلام يعني بعض المجسرات هاي بس لا لا، ولكن بالنسبة والتناسب الأموال الطائلة يعني قصدي لا الأموال الطائلة اللي إجت غير كفؤين، شلون غير كفؤين وهذا البناء؟ غير كفؤين لأن أخي العزيز مقارنة بأموال الطائلة اللي إجت إلى كردستان كان باستطاعتنا أن نبني أجمل من دبي ومن من دول أكثر تقدما في المنطقة هاي من جهة، ومن جهة أخرى لا تنسى جنابك أنه الآن على إقليم كردستان دين 30 مليار دولار. حتى الآن أكثر من سنتين متتاليتين ليس هناك الرواتب لموظفي إقليم كردستان. البنية التحتية في إقليم كردستان في خطر كبير جدا. وفيما يخص قضية المسؤولية، مسؤولية على عاتق كل الأحزاب الكردستانية بما فيهم التغيير، خاصة قضية الاستفتاء، أنا أعتقد هذا صحيح، ولكن بالنسبة والتناسب هاي قضية نسبية. يعني كنا رافضين لهذا الاستفتاء وطالبنا مرارا وتكرارا بأنه هذه خطوة خاطئة للغاية غير محسوبة أو ما إلى ذلك، ولكن طعنوا في كرديتنا في هويتنا، تم تخويننا. ولكن أستاذ عمر سيد علي لما صوت بنعم وقال صوتت بنعم، يعني علت الأصوات مناهضة حتى لهذا التصويت، ومعظم مؤيدي حركة التغيير قاطعوا هذا الاستفتاء، ومجموعة من عندهم صوتوا بكلا. ولكن في قواعد اللعبة أو التعاملات بين الأحزاب السياسية الكردستانية وبين الأحزاب السياسية الموجودة في داخل العملية السياسية العراقية، أنا أتفق تماما مع أستاذ عدنان بأنه مع الأسف الشديد لأن اللي يمشي ليس فقط النظرة الديمقراطية بين الطرفين، وإنما الشرعية الثورية الموجودة بين الأحزاب الكردستانية والأحزاب الشيعية على بمسميات بالضبط، أدى إلى نوع من التوافق بيناتهم ليس من أجل الديمقراطية وليس وإنما من أجل بقاء اثنيناتهم. يعني حتى الآن كان هناك تعامل بين الأحزاب الشيعية الرئيسية والشخصيات، وأستاذ مسعود البارزاني وأستاذ أمام جلال الله يرحمه على الصعيد الشخصي وليس على صعيد المؤسسات وليس على صعيد الدولة خلينا نقول. بالتالي الشرعية الثورية مشكلة عويصة جدا. هذه الشرعية تعمل في بغداد وتعمل في أربيل أيضا. فيما يخص قضية خلافات قديمة، واحد من أهم التحديات الموجودة أمام جيل الجديد في إقليم كردستان يعني الخروج من هذه الحالة السيئة التاريخية اللي احنا نسميه داخل الشارع الكردستاني جلالي وملايي. يعني الخلافات الموجودة كان في السابق بين مام جلال الله يرحمه وأستاذ ملا مصطفى الله يرحمه، وأدى إلى نوع من إرث سياسي خلافات صراحة سيئة للغاية. بالتالي واحد من أهم التحديات لنا كجيل جديد يجب أن نبتعد من هذه الخلافات الموجودة. بخصوص وجود إقليمين، هذا أيضا صحيح. حتى الآن يعني الإدارتين موجودة، يعني السليمانية وأربيل، ومع أسف الشديد يعني حتى الآن ليس لديهم نية توحيد هذه اللحمة الوطنية على في إقليم كردستان بشكل عام. ولكن إذا احنا طالبنا مثلا ككتلة التغيير، طالبنا أن تكون هناك تعامل في مجال الموازنة خلينا نقول من بغداد مباشرة مع السليمانية، ومن بغداد مباشرة مع أربيل يتهمونا بأننا نحن بالضد لإدارة إقليم أو كيان إقليم بين قوسين، ولكن إذا هم تقاسموا الموازنة داخل الطائرة بين اتحاد الوطني الكردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني يقولون هذه الوطنية. يعني بالتالي هناك مجموعة من إشكاليات يعني عويصة تاريخية. أنتم بالبرلمان صحيح 12% راح تصير نسبة الدولة. هذا ما نقبل به، لأن كان هناك اتفاق في 2005 في زمن أستاذ علاوي، هذا الاتفاق مرهون بوجود نرفض جملة وتفصيل. وحتى الآن ليس أن توزع الرواتب من بغداد مباشرة إلى يعني السليمانية أربيل دهوك. خل أقول لك شيء. واحد من أهم الإشكاليات اللي أدت إلى نوع من الخلل في علاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لأن ما كان هناك تعامل وفق النظام السياسي الفيدرالي، كان هناك تعامل غير دقيق. بالتالي قضية كيفية صرف الرواتب بالنسبة لنا كحركة التغيير، نؤيد أي طريقة أو أي آلية يضمن نوع من العدالة للتوزيع الثروات، لأن في السابق قضية الموازنة ونسبة 17% باب كبير جدا لفساد الموجود بين الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني وبقية الأحزاب المشاركة نوعا ما بالنسبة والتناسب في الحكومة. اقتسام الكعكة، نعم. هذا الجيل الجديد صار عدنا، هل سينتقد من فقه الثورة إلى فقه الدولة؟
إذا كان المقصود، إذا كان الجيل الجديد هذا اللي موجود، هذا نشأ مع الدولة، ما نشأ شايل سلاح، أنا أشك فيها، وأبناء الجبال والبيشمرقة وإلى آخره. المسألة الأخرى اللي أنت أيضا تشير لها في كتاباتك، ألا نجد صيغة للتعاطي مع القضية الكردية؟ شكل الدولة نجد حل لهذه المعضلة، مو أنه دائما إحنا نظل بهذه القضية، كل شيء مائع وما معروف، كردي يريد دولة ويقول لك والله الدولة حلم، يعني خلنا نوصل للصيغة صرفة. إذا كنت تقصد بالجيل الجديد هو كاك نيتشيرفان بارزاني وكاك قباط طالباني، أنا ما أعتقد يعني هؤلاء سيرثون ما كانوا عليه آباؤهم وأجدادهم. أنا أتمنى ويجي هذا الجزم، يعني أيه هذول أبناء يعني أنا عاشوا في ظل ظرف يعني بإدارة حقيقية، يعني إدارة دولة، لا أنا لا وناس قاعدين بالجبال وشالين، لا لا أنا شالين لا أنا شخصيا لا أتطلع ولا أريد ولا أعتقد أنه من المصلحة أنا فيهم على الإطلاق، ولكن بعد كل الذي حصل ينبغي أن تكون هناك وقفة عميقة طويلة جدية للنظر فيما حصل وإعطاء وإعطاء دور لجيل الشباب الجديد من الكرد. الشباب مو موجودين في عائلة بارزاني وعائلة طالباني فقط، ولا في الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب والاتحاد الوطني الكردستاني، أكو قوة أخرى، أكو جمهرة المستقلين الكبيرة عندها كفاءات كذا وعندها جيل شاب، هؤلاء جميعا ينبغي أن يعطوا فرصة لأن يخدموا بلدهم يخدموا شعبهم، ولا أعتقد أن هؤلاء سيخذلون من يضع الثقة فيهم. هذا من جانب. الجانب الآخر اللي تفضلت بسؤالي عنه أمام وسيلة لهذا، أنا كتبت في السابق وأقول دائما أنه حتى إذا ينفصل الكرد عن العراق هذا سيكون في مصلحة العراق. لماذا؟ لأنني يعني أنظر إلى التاريخ أيضا، كل ما حصل في العراق من خراب ودمار ومن عدم قيام دولة قوية مثل بقية دول العالم بقية دول المنطقة، والعراق كان مؤهل بثرواته الطبيعية والبشرية أن يكون دولة كبيرة ومستقرة، كل ما حصل هو بسبب الموقف غير العقلاني من القضية الكردية. شكرا لك حقيقة، هذا ما أسمح بك مضطر قاطعك لأنه بلغنا ختام الحلقة، وأشكر ضيوفي الكرام السيد هوشيار عبد الله عن كتلة التغيير، والسيد عدنان حسين الكاتب الصحفي، وكان معنا عبر الهاتف السيد فرحان جوهر نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. شكرا لكم مشاهدينا، راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. في أمان الله.